كان يا مكان عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. كانوا يحبون الخير. كان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ البغيض، كان شريرا. أكره السنافر، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، سأجد قريتكم يوما، سوف تندمون. الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتتم لربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا لربما لمحتم السنافر. كدت أن أصل ولم أوقع حبة توت واحدة. عجبا، أتساءل ماذا يجري؟ أنا الغبار المسنفر أرمي لتسنفر عصا عجيبة أمامي. نجحت، لقد نجحت، صنعت عصا عجيبة. مهلا، عودي إلى هنا. توقفي أيتها العصا العجيبة. يا للسنفرة، بابا سنفور بحاجة إلى مساعدتي. أصمد يا بابا، أنا آت. أمسكت بك. أنا هنا بابا سنفور. شكرا لك غبي، أظن ذلك. ماذا يجري؟ لقد حصلت على عصا عجيبة من معادلة قديمة اخترقتها من هامنيباص. عصا عجيبة؟ لكن ماذا تفعل؟ يمكنها أن تعيد كل شيء إلى حالته الأولى. انظر جيدا، كل ما عليك فعله هو تصويب العصا والقول سنفر. يا للسنفرة المسنفرة بابا سنفور، عاد كل شيء كما كان من قبل. تماما، هذا ليس كل شيء، تجعل العصا العجيبة الأشياء تختفي. ما عليك إلا القول ببساطة سنفر سنفر. يا للهول. بابا سنفور بابا سنفور، أين أنت؟ هل تسنفرت أيضا؟ آسف غبي، لكن المشكلة الوحيدة في جعل الأشياء تختفي هي أننا لا نعرف أبدا أين ستعود وتظهر مجددا. إنه تفصيل صغير علي أن أعمل عليه. تخيل كل الأعمال التي قد تسنفرها عنا هذه العصا. لكنني الآن سأضعها في الخزانة لأبقيها في مأمن. سأذهب لزيارة هومنيبوس، وعدته بأن أعيد إليه المعادلة بأسرع ما يمكن. أتحب مرافقتي؟ ليتني أستطيع، لكن علي تنظيف هذه الفوضى. نعم غبي، يبدو هذا عملاً شاقاً بالفعل. أعرف. بإمكاني إزالة هذه الفوضى بلحظة لو استعملت عصا بابا سنفور العجيبة. مهلاً بابا سنفور. يا للأسف لقد رحل. أنا واثق من أن بابا سنفور لن يمانع أن أستعمل له العصا العجيبة. هل يمانع؟ لا. أتظن ذلك؟ لا لا، مؤكد أنه لن يمانع أبداً. وما فائدة العصا العجيبة إذن؟ ماذا؟ أخطأت الخزانة. آمل أن تكون هذه الخزانة الصحيحة. عصا بابا سنفور العجيبة. ما كانت الكلمة؟ سنفر من جديد، سنفر للداخل، سنفر للخارج. لا، كانت سنفر سنفر. واو، يا للهول، هذا رائع. آمل أن تعمل على التوت البري أيضا. سنفر. واو، لقد نجحت. بهذه العصا لن أعود غبيا بعد اليوم. أعرف أنه علي أن أعيد العصا إلى خزانة بابا سنفور، لكن يجب أولا أن أريها لكل سنفور. يجب أن أفعل. عجبا، تبدو هذه السلة أثقل بكثير مع كل خطوة أسنفرها. هيا فكر سنفورة. ماذا هناك غبي؟ انظرا ماذا معي. جعلتنا نتوقف لننظر إلى عصا. هيا سنفورة. لكنها يا مفكر عصا بابا سنفور العجيبة. لا يملك بابا سنفور عصا عجيبة يا غبي، وحده هوني بس يملك عصا عجيبة. لكن صار لبابا سنفور الآن واحدة يا مفكر، وهي تقوم بأعمال كثيرة تجعل الأشياء تختفي. يكفي أن نقول سنفر. أعتقد أن لبابا سنفور عصا عجيبة فعلا. غبي، يا للفوضى.
عجبا، أنا آسف سنفورة. يا للهول، العصا، أوقعت العصا في النهر. لقد أضعت عصا بابا سنفور العجيبة. يا للهول سنفورة، ماذا سأقول لبابا سنفور؟ قل له حقيقة ما حصل غبي. لكنه لا يعرف حتى أنني أخذتها. هاي غبي، انظر إلى ما وجدت. هل هذه عصا بابا سنفور العجيبة؟ نعم سنفورة، إنها هي. سنفور غبي، من الأفضل أن تعيد هذه العصا إلى بابا سنفور بأسرع ما يمكن. من الأفضل أن أعيدها. وتذكر ما يقوله بابا سنفور دائما. نعم. أنا أتذكر طبعا، إلى اللقاء. هاي مهلا، لم أنهي كلامي بعد. لا 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 لا، عجبا، لا شيء أجمل من النزهة لاكتساب القليل من السمرة. أوه عجبا، ماذا لدينا هنا؟ عصا للمشي. انظروا إلى هذا، عصا للمشي. يا للصدفة، يا للحظ السعيد. ما هذا الذي على وجهي؟ ربما علي أن أعود إلى المنزل وأسنفر. يا للسنفرة، لقد عدت نظيفا من جديد. كيف حصل هذا؟ مهما كان السبب، على الأقل أستطيع متابعة المشي من دون أن أقلق حيال مظهري. بابا سنفور، بابا سنفور. جيد، لم يعد بعد. علي أن أعيد العصا العجيبة قبل عودته. أخطأت الخزانة مجددا. لا مشكلة، كل ما علي قوله هو سنفر. لقد قلت سنفر. لقد قلت سنفر. لا أفهم ما يجري، لقد نجحت من قبل. هذا ليس منطقيا. إلا إن لم تكن هذه العصا الحقيقية. يا للهول، إنه بابا سنفور. لا وقت للتفكير، علي أن أسرع. ما هذا؟ سنفور غبي، ألم تنتهي بعد من إزالة الفوضى؟ بلى بابا، أعني لا يا بابا، سأسنفرها حالا. جيد. كان هذا وشيكا. ما رأيك فيها؟ ما هي يا رسام؟ ماذا تعني بما هي؟ إنها تحفة الفنية الأخيرة، سميتها سنفورة على نصف صدفة. لا بأس بها رسام، لكن ألا تعتقد أن اسم مغرور على نصف صدفة أفضل؟ مغرور على نصف صدفة؟ هذا خطأ، هذا مستحيل. حسناً حسناً، كانت مجرد فكرة، كنت أفكر في قول سنفرها. ها؟ يا ويلي، لوحتي الجميلة لقد اختفت، عادت القماشة نظيفة. ماذا فعلت يا مغرور؟ لم أفعل أي شيء. حسناً، هناك من فعل شيئاً، لقد اختفت لوحتي، وقد استغرقت وقتاً طويلاً لأرسمها. ماذا سأفعل؟ هذا غريب. أتساءل إن كان لهذه العصا علاقة بمجرى. لا، هذا سخيف فعلاً. يام يام، توت السنافر. باجوك يحب توت السنافر. لا، باجوك هنا، اهربوا. سوف يأكل كل الموسم، أوقفوه. أنت أوقف مفكر. نادي يا بابا سنفور، سيعرف ما العمل. بابا سنفور، بابا سنفور. مرحبا. ما الأمر؟ باجوك يأكل محصول توت السنافر. وإن لم نمنعه لن يبقى لنا أي شيء. ماذا نفعل بابا سنفور؟ أنا أعرف، سأستعمل العصا العجيبة. العصا العجيبة؟ طبعاً يا قوي، العصا العجيبة. اتبعوني. لكن انتظر، هل أنت متأكد من أنك ستستعمل العصا العجيبة؟ ربما هناك طريقة أخرى لإبعاد باجوك. لا وقت نضيعه غبي، هيا بنا. لكن بابا، بابا. هكذا، كدت أن أنتهي. شاطر، بحثت عنك في كل مكان. أريد منك أن تلقي نظرة على هذه العصا التي وجدتها، إنها تتصرف بشكل غريب. لا أستطيع الآن مغرور، علي أن أنهي آلة صنع عجين توت السنافر الجديدة. عد لاحقا. والآن أين وضعت ذلك الشيء؟ آلة صنع عجين توت السنافر الجديدة؟ أتساءل كم من الخبز يمكنها أن تسنفر. ماذا؟ ماذا جرى؟ لقد حطمت لي اختراعي العظيم. الذنب ليس ذنبي، إنها العصا. العصا؟ العصا. مغرور، لقد كنت تجعلني أوقع الحطب. خذ، أضف هذه إلى الحطب الذي تحمله، لم تجلب لي سوى المتاعب. بابا، باجوك لم يتوقف عن الأكل منذ جاء إلى هنا. لا تقلقي سنفورة، عصاي العجيبة ستجعله يختفي. لكن يا بابا، لا أظن أن أعني أنا باجوك. سنفر سنفر.
آخ، لماذا ضربت باجوق على أصابعه؟ ما الذي يجري يا قوي بحق السنافر؟ حاول بابا سنفور التخلص من باجوق بواسطة عصا. بماذا؟ هل أنت بخير بابا سنفور؟ أنا بخير، لكنني لا أفهم ما خطب هذه العصا العجيبة. أنا أعرف بابا سنفور. حسناً تكلم. أنا آسف بابا سنفور، لكنني احتجت إلى العصا لجمع توت السنافر، ثم وقعت مني في النهر، ولم أعرف أن هذه ليست الحقيقية. و غبي، ماذا حصل للعصا العجيبة الحقيقية؟ لابد من أن النهر حملها. كان عليك إخباري في الحال، لكن الآن علينا أن نجد العصا العجيبة الحقيقية. عجبا بابا سنفور، وجدت اليوم عصا عند النهر تشبه هذه التي في يدك، وقد أصدرت صوتا غريبا غريبا جدا. أين هي الآن مغرور؟ أعطيتها لأكون ليستعملها كحطب. كحطب؟ لنسرع، أسنفر ألا نكون قد تأخرنا. نفيخة توت السنافر، إنها المفضلة عندي. أكول. أياي. أكول، ماذا فعلت بالحطب الذي جمعته هذا الصباح؟ استعملته لأطهو النفيخة. يا لنفيخة المسكينة، أخشى أننا فقدناها. وماذا سنفعل الآن؟ بابا سنفور، انظر ماذا وجدت، إنها العصا العجيبة. تبدو مثل العصا العجيبة. أو يمكنك أن تأخذها بابا سنفور، إنها كبيرة لا تسع في فرني. هناك طريقة وحيدة للتأكد، سنفر. نفيختي. إنها عصايا العجيبة، علينا أن نعود بسرعة إلى حقل التوت، هذا إن تبقى هناك توت. أو باجوق، أيها النهم، لما لا تأكل في مكان آخر؟ يمي يمي، باجوق يحب توت السنافر كثيرا. سنفورة، آمل ألا نكون تأخرنا. أو تقريبا، باجوق على وشك أن يأكل آخر شجيرة توت. إذن لا وقت أمامي لأضيعه. باجوق، سنفر. عجبا، أتساءل أين ذهب. ياي، تفاح بري، باجوق يحب التفاح البري. وهكذا يا سنافري، من أجل حماية العصا العجيبة من أن تقع صدفة في أيدي بريئة، فقد قررت أن أعطيها إلى هومنيباس ليحفظها بأمان. لكن بابا سنفور، يسرني أن أحتفظ لك بها. لا أدري مفكر. أؤكد لك بابا سنفور أنه والعصا في يدي، كل مخاوفك ستسنفر. تسنفر بابا سنفور. مفكر، انظر ماذا فعلت. كما قلت بابا سنفور، لنتخلص من هذا الشيء.